أولا عايز أتكلم على مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في موضوعين هامين جدا، في حاجة ليها علاقة بينا وفي حاجة ليها علاقة بأوروبا. اللي ليه علاقة بينا، أنا سعيد جدا بهذا المستوى. يعني أنت لما بتكون طالب جهة كبيرة عظيمة أنها تستثمر معاك، يجب أن أنت تعمل كل الذخيرة بتاعتك. يعني مؤتمر كبير في كل المسؤولين برئاسة الرئيس شخصيا ويكون موجود، فأنت بتحشد كل القوة بتاعتك علشان تبين للناس ديت أن أنت جد جدا. فأنا كنت سعيد جدا النهاردة بهذا المستوى، مستوى عالي جدا. طبعا كل المستويات هايله، وان انت تقعد مع شركه ده شيء عظيم، وانه واحد لواحد وقطاع خاص من قطاع خاص شيء عظيم، ولكن هذا المستوى من الاعداد وهذا المستوى من التواصل هو مستوى جيد جدا، لانه بيدي رساله لكل المستثمرين اللي موجودين في اوروبا ان مصر بلد يستحق الاستثمار. فالنهارده ده كان شيء عظيم، شيء جيد، واحب اشوف مؤتمرات من دي كتير، لانه طبعا غني عن البيان انه الاستثمار افضل يعني مليون مره من ان انت تاخد قروض. ان انت تاخد الفلوس في شكل استثمارات احسن كتير من انها تبقى قروض. الاستثمارات ليها مزايا كثيرة، يعني مش لازم نقعد نتكلم فيها، ولكن فتح المصانع وتشغيل الناس وإنك الشركات اللي بره تيجي تنقل لك تكنولوجيا، في مليون حاجة. فهذه الطريقة في نقل الأموال إلى مصر هي الطريقة المفضلة. طبعا أنت ما بتقدرش تعمل حاجة وتسيب حاجة، في أشياء بتضطر تعملها، لكن أنا شخصيا، ومش أنا يعني، كل الناس اللي هي ليها علاقة بهذا الأمر يقول لك لو سمحت هات استثمارات. يعني زي رأس الحكمة كده، هات استثمارات. زي النهاردة اللي حاصل بيتكلموا عن استثمارات ب40 مليار ل20 مشروع كبير، هات استثمارات. الناس دي تجيب استثمارات وتيجي، يبقى عندك علاقة قوية بيهم، شيء جيد، شيء عظيم. فأنا كنت مبسوط جدا من مستوى التنظيم، مستوى الحضور، مستوى الاهتمام، مستوى الجدية، لأنه هو مش بس مؤتمر هنقعد نتكلم وأنه مصر عظيمة وأنه مصر جميلة، لا لا لا، في جدية شديدة في التعامل معاك. الناس اللي جاية عارفة هي عايزة إيه، هتدخل فين، هتعمل إيه. مهم أنت كمان تكون عندك المشروعات اللي ليها الأولوية عندك. يعني أنت عايز إيه في المرحلة الجاية؟ أنت طالب عندك مشكلة في الطاقة، فأنت عايز مشروعات طاقة، عايز طاقة بديلة، عايز الناس دي تيجي تعمل مشروعات طاقة بديلة، عايز تطور التعليم، عايز تطور الصحة. أنت عندك أولويات، ولذلك أنت كمان لازم تحطهم على القبلة صح. يعني